بكم رسول الله بالأسرى. خيرا. أبي وأخي وعمي، من يشفي غليل هند ولو ما تملك هند؟ حسبك يا هند، قد أطلت النواحة وتقرحت عيناك، حسبك. على عتبة ابن ربيعة فلتنوح النساء، على عتبة ابن ربيعة فلتنح النساء. سنبلغ ثأرنا يا هند، ولتشفين غليلك. حمزة، غريمي حمزة، لئن ظفرت به أشقن بطنه ثم ألوكن كبده، فما يشفي غليلي غير ذلك. أبي وأخي وصاحبي وابن عمي عمير بن وهب وولده قد حملوني حزن الدهر وتكاليف الثأر. الثأر يا صفوان، والله ما يهنأ لي عيش حتى أصيب ثأري. وإنما الحياة دول والحرب سجال. نعم نعم، الحياة دول، ولكني كنت أراها دولا بين أشراف القبائل، ولا عار على رجل قتله نده. أما أن يقتل أبي بيد ذلك الحبشي الذي كان عبدا لنا يحمل متاعنا وينقل الدلاء ويحلب الشاة، أقتل وعار يا أبا سفيان؟ وأبي يا صفوان مثل أبيك؟ أجاز عليه رويعي الغنم بن سعاد أم عبد. إنما قتل أباك وأباه من وضع السيف في يد العبد ورويعي الغنم، وجعل من أمثالهم أئمة، فلينصرف غضبنا إلى محمد. ثم يطمع محمد أن نؤمن له بعد أن قتل آباءنا، إذن كأننا نقتلهم تارة أخرى بأنفسنا. لا واللاتي، بل نكرم آباءنا ونخلفهم فيما كانوا عليه. عداوة محمد وحربه ما عشنا أبدا، أو نلحق بهم. كلنا على هذا. لم يشهدوا بأسك بعد يا أبا سليمان. لو كنت مع القوم ما أصابوا منا ما أصابوا، ضربناهم بأشياخنا وقد ثقلت أبدانهم، فضربونا بالشباب ومنهم أفلاذ أكبادنا. وقد حان وقتكم، ولا يعلمن محمد غدا من الأعز، وفينا خالد وعكرمة وصفوان وعمر. ليت أخاك الوليد كان مثلك يا خالد. لم يجد القوم له عزما، فما لبث أن ألقى سلاحه واستأسر.
خوار أيها الوليد؟ هل يقال جبنا الوليد بن الوليد فتكون صبة علينا وعلى أبيك؟ حكمني أبي حيا فهل يحكمني ميتا؟ قد أطلت جدالي وأني أحلف بالله لتخرجن وأحذر غضبي. سأبر قسمك وأخرج، والله لتندمن على خروجي. هل يسير ويداه وساقاه في الوثاق؟ وأنا الذي كنت أخيب ظنه بضعفي إلى قوتي وقصور همتي إلى همته، أما والله قد خيبت ظني يا سهيل بن عمر. لا بأس عليك، لا بأس عليك، لا تجهد نفسك. لولا حزني على أبي وأخي لكنت اليوم أسعد الناس بنجاتك بعد أن استيأسنا منك وظننا أنك قتلت. وهكذا ظن أصحاب محمد، حتى إذا غفلت زحفت حتى غبت عن أنظاري. لكن ولدي لم ينفعه جلده، فما لبث أن أسر. خير مما وجد أبي، قتله عبد حبشي لا يساوي شسع نعله، ولكن لكل شيء حين، وسنرى رأينا في ولدك فقر عينا. ألا تبكيان يا أخاكما أبا الحكم؟ ما أنتما؟ عماك يا عكرمة. من خذل أخاه وجعله ولاءه لقتل أخيه فليس عما لأحد. أما أخونا أبو الحكم فرجل اختار لنفسه ولقي مصيره غير متردد ولا هياب ولا جزع، ولئن جزعنا عليه فلأنه مات على كفره، ولا يواسين فيه إلا قول الله إنك لا تهدي من أحببت، وقوله سبحانه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولئن كان أبوك قد وضع أقدامنا في السلاسل فقد فعله بسلطان الأخ الأكبر ومكانه في بني مخزوم، فما أنت الآن يا عكرمة؟ إن كنا عميك فلا يحسن أن يكون لولد الأخ سلطان على أعمامه، وإن كنت تتبرأ من قرابتنا كما قلت فلا شأن لك بنا حتى تبقينا هكذا في الحبس والوثاق. أنا على شرط أبي وشرط الناس مهما يكون رأيي فيكما، فأنتما من بني مخزوم وعليكما ما على من فارق دين أبائنا. أمضي على أمر أبي فيكما وقد صرت مكانه. غرتك نفسك يا عكرمة، غرتك نفسك. قد رضي رسول الله الفداء فيكم، كل على قدر ماله، فمن لم يجد وكان قارئا فليعلم رجلا من المسلمين القراءة والكتابة فذلك فداؤه. تؤثروننا بالخبز وتأكلان التمر؟ أوصانا بكم رسول الله.
أوصاكم رسولكم بنا وإنه والله لأبر الناس، ولكن لم يطلب إليكم أن تؤثرون على أنفسكم. نكرم أنفسنا بطاعة نبينا. إن كان لابد ولا بأس بالتمر يثرب. ما دعاكم إلى هذا؟ الفداء يا أبا جندل. أي فداء؟ ويحك أيها الرجل، هل نسيت أن أباك في الأسر؟ تذهب بماله فتفاديه 4000 درهم، هكذا قضى محمد في فدائه. بل أطيع أبي وأحفظ ذمته. كيف قلت؟ لقد علمت قريش أنه ليس فيها رجل يطيع أباه مثلي، وإن خالفت دينه ولولا ذاك لفعلت كما فعل أخي، وقد منعني من الهجرة مع رسول الله وأصحابه وحلف علي، وأنا الآن أحفظ ذمته غائبا كأنه حاضر. ثم إني لا أطيق أن أراه في الوثاق، ولو أحب أن يراني رسول الله قادما في فدائه، وقد تخلفت عن الخروج معه فيما هو خير من ذلك. ولا والله لا أعلم أين وضع ماله. دونكم ساقي فأوثقهما وأحفظ عهد أبي. إنك مثل أخيك الذي غر أباك وانحاز إلى محمد وقاتل معه، وهو الآن معه في يثرب ينظر أباه في الوثاق. لقد والله كنت تعلم تدبيره قبل أن يخرج وكتمت عن أبيك، فلبئس الولدان أنتما. لا لم أسرقها. كأني أعبأ لو كنت قد سرقتها. إن كانوا قد استحلوا جلودنا فمالهم مباح لنا لو استطعنا أخذه. أحيانا يبدو لي سيدي رجلا طيبا ما لم يغضب، وأنه لا يأنف من طبخي، وقد صنعت هذا بنفسي. إني أحسن الطبخ، وغدا إذا صرنا زوجين لا أترك بطنك الكبير هذا خاويا ساعة من نهار. وبما تملئينها؟ بلحم الإبل التي أورثنا إياه أبي وأبوك؟ ما أكثر شؤمك. أما علمت أن الله يرزق الطير في السماء تخرج خماصا وتعود بطانا؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ ما بك شارد مهموم، كأنك تشارك القوم حزنهم على قتل بدر. ما ضرني قتلهم ولا سرني انتصار محمد. هل بلغك أن بلال؟ نعم بلغني أنه قتل سيده أمية. ويحك، لم يعد سيده منذ زمن، ولقد استدار الزمن حتى أصاب العبد الذي صار اليوم سيدا سيده القديم الذي يثوي الآن في قبره. أليس هذا من عجائب الأخبار؟ مكرز،
أخي وصاحبي. سؤالي، ما الذي جاء بك من مكة؟ ألا يخبرني بعضكم بما يجري؟ صاحبك هذا مكرز بن حفص قادم على رسول الله في فدائك، وليس له مال كما تعلم، فعرض أن يجعل رجله مكانك في الوثاق حتى تذهب إلى مكة وتعود بالفداء، وقبل منه رسول الله. لما فعلت هذا يا أخي؟ لأني علمت أنك لو كنت في مكاني لصنعت لي ما أصنع الآن لك، فتعجل بالرحيل حتى لا يطول مكثي في الوثاق. لله در مكرز. إي وربي، وإني لأظن على رجل في مثل مروءته وكرمه وخلقه أن يبقى على شركه، فلعل الله ينظر إلى صنيعه هذا فيك فيمن عليه بالإسلام، فمثله أحق به. أما أنت يا سهيل، فوالله ما كنت أحب أن تعود إلى مكة سالمة، لما أذيت رسول الله بلسانك جعلته لسان الشيطان، وقد سألته أن يأذن لي فأنتزع ثنيتيك هاتين، يدلع لسانك فلا تقوم عليه خطيبا أبدا. ذاك أنت يا عمر. أفلا تسأل كيف أجابني؟ قال لأمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. وقال ذلك؟ وقال قولة ما زلت أقلبها في رأسي، ولكن احفظها أنت وقلبها كما تشاء. قال دعه يا عمر، إنه عسى أن يقوم مقاما يسرك. هيا، قد أوقفت لك بعيرا تنطلق به. بثمنه. وأين الثمن؟ أعود به مع الفدية. الدراهم فقد رضينا بها فداء لأخي، ولكن شكة أبي، قد علمت يا عمر أنها إرث وأثرة لم تعرف العرب مثلها، حتى صارت شعارا لبيت الوليد بن المغيرة. لا جدوى من التذمر يا خالد، ولا مساومة على أمر رسول الله، فاذهب وأتي بالشكة مع المال إن كنت ترجو أن تفتدي أخاك وتعود به إلى مكة. ألا تحدث محمدا بما لك عنده من الصحبة؟ ثكلتك أمك يا خالد، والله لا أفعل، ولو كان لي من الأمر شيء لاشترطت أكثر منها في فداء أخيك، فأنا أعلم الناس بما ترك أبوك من المال. ألا تنظر في خؤولتنا لك أو الصحبة القديمة؟ كان أبو الحكم خالي وهلك وأنا أشد الناس عداوة له، فأطعه ولا تماطل. لا أفرط بشكتي أبي. ألأن الوليد ليس ابن أمك؟ شكة أبي، والله ما طبت بها نفسها، شكة أبينا ليس أباك وحدك. والله لولا مقالة الناس فينا لما دفعتها لهم في فدائك. وتتركني أسيرة؟ ألم تختر الأسر لنفسك؟ قد علم الناس ذلك ولم يروا لك بأسا. أنت أرغمتني على الخروج وكنت كارها، وقد حذرتك. نعم، قلت سوف تندم،
ولكن لم يخطر لي أنك خوار خرع. وأنت ابن الوليد بن المغيرة وأخو خالد بن الوليد، لست خوارا ولا خرعا. فلما ألقيت سلاحك واستأسرت قبل أن تضرب به أحدا؟ ألم يخطر لك أني لم أمشي يوما في عداوة رسول الله؟ رسول الله؟ تقول رسول الله؟ كنت أسمع من بعض أصحابه فأقول هو والله كلام حسن، وسمعت من أبينا وصفا لكلام محمد، لا يسع رجلا من أصحاب محمد أن يأتي بأحسن منه ثم يجتهد في عداوته، لا يمنعه من اتباع الحق الذي عرفه إلا الكبر ومنزلته في قومه. فأيهما أحق بالاتباع، رجل لا يحدث إلا صدقا أم رجل عرف الحق وجحده؟ ولكني بقيت مترددا، أهم ثم أحجم، وأقول لعل أبي وقد قال ما قال في كلام رسول الله يتغلب أخيرا على شيطانه فيتقدمنا إلى رسول الله ونحن من خلفه، فأفوز بصحبة النبي ولا أخسر حب أبي. والآن وقد رأيت في الأسر ما رأيته من أخلاق المسلمين، فقد استقام المنسم، وإنه لرسول الله وإني من المسلمين. هل كان هذا قبل أن تفتدى وتخرج مأثرة أبينا من أيدينا؟ ما كنت لأسلم حتى أفتدى بمثل ما افتدي به قومي، ولا تقول قريش إنما اتبع محمدا فرارا من الفداء. خذ هذه يا أبتي. إليك عني أيها العاقل. هل أني بررت بقسمك؟ ألم تقسم علي يوما ألا أخرج إلى يثرب؟ والله لو استطعت لخرجت الساعة ولم تبالي بقسمي. ولم أعلم أين مالك. ألا تنفك حزينا على مصارع قومنا في بدر؟ والله ما في العيش بعدهم خير. أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لذهابي إليه علة أحتج بها، ابني أسير في أيديهم. هذا الذي قلت أنت تعنيه؟ نعم. لا ترجع عنه، أما دينك فهو علي أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ثم أعجز عنه. فاكتم شأني وشأنك. أفعل، ولكني أخشى عليك، كيف تصيبه ثم تنجو؟ من همته نجاته أكثر من هلاك خصمه لم يقدم على أمر من تكاليف الشجاعة، ولكن لا تخشى عليه، سأحتال على أن أنفرد به وسأنقع سيفي بالسم، حسبي أن أخدشه. جئتكما برفيق يؤنسكما. وجه مستبشرا يا صفوان، ولم نرك هكذا منذ مصابنا في بدر. وأنتم أيضا أبشروا بوقعة تأتيكم في أيام تنسيكم وقعة بدر. كيف تكون وقعة ونحن هنا لم نبرح مكة؟ ظنوا خيرا بقولي ولا تسألوني عن المزيد.
عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، والذي حزر للقوم عددنا يوم بدر. ما جاء بك؟ أنعم صباحا يا عمر. أبدلنا الله خيرا من تحيتك، ما جاء بك؟ جئت لولدي الأسير الذي في أيديكم، لعل محمدا يمن فيه، فهلا خلوت فحدثته؟ فما بال هذا السيف؟ قبحها الله من السيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ يا عمر، قد أذن له رسول الله، فأدخل. ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون. صفوان، ما زلنا ننتظر الوقعة التي بشرتنا بها. ترقبوها، فعسى أن تغاديكم أو تمسيكم. ماذا صنعت بصاحبك يا صفوان بن أمية؟ أنا اليوم أسعد الناس برجوعك سالما غانما، كادت نفسي أن تذهب خوفا عليك وقد تراخى الوقت على ذهابك. ها قل، لا تختبر صبري. ولما أسأل، لو أدركت طلبك لطار خبره في الآفاق وعلمه القاصي والداني. لا عليك، قد اجتهدت وبذلت وسعك، وهو ممتنع في أصحابه لا يخلون وجهه لأحد. حسبي أنك عدت سالما، وإلا للمت نفسي فيك أبدا. ادخل ادخل، مرهم فليصنعوا طعاما لأبي وهب. ما بحاجة إلى الطعام يا أبا أمية. ما بك يا عمير؟ كأن شيئا يحوك في صدرك وينقبض به لسانك. أسلمت يا أبا أمية. ليتك مت قبل هذا يا عمير. يا أخي، يا أبا أمية، والله إن الرجل لنبي وأن دينه الحق، فوالله لقد أخبرني بما كان بيني وبينك من التدبير، وقد علمت أنه لم يطلع على سرنا أحد إلا الله الذي أطلع نبيه. سحرك محمد كما سحر غيرك، وإن كنت قد آمنت له فما رجعك من عنده إلينا بشر منقلب. بري بك يا رجل، ما كنت لأدرك الحق وأعلم الخير ثم أظن بهما عليك، ولا طالما بررت بي ووسيتني بمالك كنت أرجو أن أرد لك بعض جميلك، فوالله ما أجد أعظم من الإسلام أهديه لك لو قبلت مني. بئس ما تكافئني به، أغرب الآن عن وجهي، فوالله لا أكلمك ما عشت أبدا، ولا أنفعك بنفع أبدا، واعلم أنه الفراق لا رجوع عنه. يا معشر قريش، أما والله إني كنت شيطانا من شياطين الجاهلية، وقد من الله علي بالإسلام، عرفت الحق وخلعت الباطل،
يا معشر قريش، إني كنت قد خرجت إلى رسول الله لأقتله، فما وجدت عنده، وجدته يحرص على حياتي حرصي على موته بل أكثر، وجدته يطلب الخير لي وأنا أطلب له الشر، وإذ عرفت الحق وأمنت به أخذت على نفسي أن أقدم مكة وأن لا أترك موطئاً آذيت فيه محمداً وأصحابه إلا وقفت فيه أدعو إلى الإسلام وأعدد محاسنه، لعل الله تعالى يمحو سيئاتي ويغفر ذنبي وأقضي حق أرحامي بدعوتهم إلى دين الحق. والله ما تصنعون شيئا بعداوة نبيكم، وهو الذي خصكم الله بكرامته إذ جعله منكم وبعثه فيكم أول ما بعثه، فكيف إذا أطاعه الناس وعصيتموه؟ بئس عشيرة النبي أنتم، بئس عشيرة النبي أنتم حتى تسلموا. اغرب عنا، قبحك الله وقبح ما شئت به. امضي يا أبا وهب، لا حاجة بنا إلى ما تدعون إليه، قد سمعناه ممن هو خير منك فلم نأخذ منه. امضي امضي. ما صنعنا شيئا إذ يأتي هذا السفيه يتحدانا ويؤذينا في نادينا، والله لا أضعن السيف في نحره. عكرمة، لا يعرض له رجل منكم بسوء إلا كنت غريمة. أما علمت ما يقول؟ بلى، ولكن له ذمة قديمة عندي فأحفظها. يا أبا سفيان، قد بت اليوم سيد قريش وقائدها، ولقد علمت أنه ما طابت لنا حياة بعد بدر، ولئن مضت الأيام على ذلك ولم نثأر لقتلانا ذهبت هيبتنا عند العرب وظنوا بنا خورا وعجزا، فلم يبقى فيهم حي إلا طمع بنا وتجرأ علينا، فما قولك؟ وهل هو أمر تختلف فيه الأقوال؟ وما من بيت في مكة أصيب كما أصيب بيتي؟ أبي وأخي وعمي، فإن لم تخرجوا إلى ثأركم فتجمروا تجمر النساء واقعدوا قعودهن، والتمسوا لأنفسكم فروشا غير فروش نسائكم، فوالله لئن أدبرتم عن محمد لندبرن عنكم. فنحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. سيدي مرني. أرسلت في طلبك كي يشهد الناس، فقد عزمنا على الخروج لقتال محمد وأهل يثرب والثأر لقتلانا في بدر، وأنت أمهر الناس في قذف الحربة وهذا يومك، وإن حمزة بن عبد المطلب قد صنع بنا الأفاعيل وقتل في من قتل منا في بدر عمي طعيمة بن عدي، فإن استطعت أن تقتله فأنت حر. ولك عندي، إن فعلت هذا وهذا وهذا وما شأنك أنت بقتال محمد حتى يخرجوك معه؟ شأني من شأني سيدي، ولست خارجا للقتال. ولكن للقتل،
رجل واحد فقط، لا شأن لي بغيره، حمزة بن عبد المطلب. إن أصبته أصبت حريتي، أخيرا حريتي. أفعل ما أشاء، أختار ما أشاء، أتزوج ممن أشاء. ويحك، ليس بينك وبين الرجل شيء. بيني وبين حمزة شيء؟ أنا أهون عند الناس أن يكون بيني وبينه شيء، ولا والله لا أكرهه أكثر مما أكره سيدي، إلا أنه صار سبب حريتي. ألا يخرج من نسلك، فنحن في مناعة هناك، فإن حاول الدخول علينا قاتلناه، ولكنه أطاع الولدان ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني. على ما نقتل أنفسنا؟ بل أعود ومن معي إلى نسلك. ما حملك على الخروج معنا إن كان هذا رأيك؟ لا والله، بل شئت أن تخذل الناس حتى يضطرب أمرهم. سنعود. سيغني الله عنكم نبيا. نعم. إلي أيها الناس، لو علمنا أنهم يقاتلون لما أسلمناهم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. أبى الله إلا أن يميز الخبيث من الطيب قبل أن نواجه عدونا. إنه لخير. إلى صفوفكم هداكم الله، إلى صفوفكم. معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لا حق، وقد دخلتم في عهده وعدل فيكم، فالآن وقد جاء العدو وخرج للقائه، فإن تمام العدل منكم أن تؤدوا ما عليكم فتخرجوا لنصرته. ما ندري والله، أنت مسلم أم يهودي منا؟ بل يهودي يحفظ العهد ويحب العدل، يقتضي ما له ويقضي ما عليه، وإني لأشفق عليكم أكثر من إشفاقكم على أنفسكم، فالعاقل من يقدم من يومه لغده، ولا يصرفه العاجل عن الآجل، ولا يضن بالقليل فيخسر الكثير. اليوم يوم سبت ولا يحل لنا قتال فيه، وإن محمداً لم ينتدبنا للقتال معه على كل حال. لا سبت لكم، أما أنا فماض إليه على عهدي.